الانسداد السياسي لا يتحمله طرف بعينه، يعني كل الأطراف السياسية هي مسؤولة عن ما جرى بهذا، بدءا من إقرار القانون بإشكاليات قانونية. وذكرنا يعني أن الحزب كان واضح جدا من خلال مشاركة الأخ الأمين عام في اللجنة القانونية، وذكر جملة من المعطيات قبل الانتخابات اللي ممكن أن يحدث بسببها مشاكل موجودة في القانون. لكن غالبا يعني الأطراف التي كانت هي يعني الأطراف الشيعية كان أمامها يعني حرج من الشارع الشيعي ومن التظاهرات ومن غيرها، والأطراف الأخرى ما كان يعنيها جدا أن الوضع يأتي باستقامة ورؤية سياسية. بالتالي ما كان يتخوف من الحزب حصل الآن، وما جرى بعد هذا حقيقة يعني يبدو أن خبرة المفوضية والتأثير عليها كان يعني سبب بسوء الأداء الذي جرى. نعم استاذ، يعني نعم استاذ فارس، ماذا توقعتم في الحزب الإسلامي؟ يعني احنا كنا متوقعين ما يحدث، كان امامنا يعني رؤية، كنا حتى يعني عدم فوز مرشحينا كنا نتوقع ان هناك يعني فد استهداف للحزب الإسلامي على الخصوص، واحنا يعني عانينا منه من سنوات طويلة. وبالتالي يعني الوضع المحلي والوضع الإقليمي والدولي واضح انه استهداف الحركات الإسلامية، وبالتالي يعني نتوقع هذا الاستهداف الموجود.